السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو مصطفى؟ الله يحفظك. بس هراك ما كملتوش. ها؟ بس السؤال بس بتاع الذكاء أنا ما كملتوش. طيب كمل. برضه اللي هي مقصطة. كمل. في برضه واحد عليه ليا دين 200,000 ومماطل في أكثر من سنتين. تحسن. مماطل معايا في الدين 200,000. مماطل يعني؟ مماطل جامد. فبرضه الذكاء بتاعته أما استلمه ولا كل سنة برضه؟ إذا كان دينا ميتا لا يرجى رجوعه فلا زكاة فيه إلا إذا قبض تزكي عنه زكاة سنة. سنة واحدة بس ولا كل السنة اللي فاتت؟ اصبر علي يا أخي لا تتعبني بس. اتفضل. إذا كان دينا ميتا لا يرجى سداده لا تزكي، وإذا قبضته أخرج عنه زكاة سنة. أما سنة يا أخي كمل كلام يا أخي اصبر. أما إذا كان سنة سنتين اكتب في الذمة علي زكاة سنة. ولا تخرجها الآن، لما يوسع الله عليك وتسترد اخرج زكاة سنة سنتين إذا كانت أشياء قريبة. بس إيه سؤالك الآخر؟ اللي هو أنا بقى كان في بيت لي مبني وعلي المقاول 400,000 جنيه. أنا اللي مديون بقى للمقاول دلوقتي، لما خلصت البيت، البيت بتقدر يعني. طيب. أنا كده مديون للمقاول 400، وليا زي ما حضرتك قلت لك 200,000 دين و 300,000 قسط يعني دي أملاك. 300 مدفوعين في الارض و200 دين و400 انا بقى عليا للمقاول. فكده انا اطلع في التقعيد العام، في التقعيد العام، في التقعيد العام للزكوات نحسب الديون الحيه التي لنا ونضمها الى راس مالنا، ونخصم الديون التي علينا من التركه ونزكي الباقي بس. باقي. نعم. وحضرتك الدين ده اصلا يعني دين مطول يعني ممكن براحتي يعني اصله براحتي. الراجل قال لي اذا اردت الاحوط زكي. زكي على ال 500 اللي مكتوب. زكي لو اذا اردت الاحوط. ماشي. اذا اردت الافضل. شكرا.